بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ في الأسئلة. في سؤال مهم جدا وهياخد وقت شوية. كثيرا ما أجد أعصابي متوترة، فما هو علاج ذلك؟ وماذا أفعل عندما تكون أعصابي متوترة؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى توتر الأعصاب؟ يبقى نبتدي الأول بالإجابة عن إيه أسباب توتر الأعصاب. فإذا عالجنا الأسباب الموضوع يتحل والمشكلات تتحل. أول حاجة، توتر الأعصاب ليه أسباب، يا إما أسباب جسدية يا إما أسباب نفسية يا إما أسباب روحية. أقولهم تاني، أسباب جسدية، أسباب نفسية، أسباب روحية. من ضمن الأسباب الجسدية التعب والإرهاق. واحد شغال على طول، شغال على طول في هذه الأيام اللي احنا فيها، ممكن واحد يشتغل ينزل الصبح الساعة 6 الصبح يرجع 6 بالليل، وممكن يريح ساعة وينزل تاني علشان يكمل الشغل بالنسبة للظروف الاقتصادية اللي احنا فيها. فالتعب والإرهاق بيؤدي إلى توتر الأعصاب. زي ما المسلز العضلات بتتعب، الأعصاب بتتعب. ما هي الأعصاب دي أورجانز في الجسم برضو، فزي ما الأعضاء الجسدية بتتعب، الأعصاب برضو بتتعب. فالتعب والإرهاق وقلة الراحة بتؤدي إلى توتر الأعصاب. يعني أنا بقعد مثلا في الأوضة بتاعتي أذاكر أو أحضر أو أصلي، وبعدين المدام بعد مثلا ساعة أو ساعتين أطلع أقعد معاها شوية، تقول لي أنت خلصت؟ أقول لها لا، أنا بس باخد بريك. عارفين البريك يعني راحة. فمهم جدا الراحة الجسدية برضو. حضرتك النهاردة لما بتسوق عربية وتسافر بيها مرسى مطروح، صعب جدا إنك تاخدها وان شوت، يعني تسوق العربية 6-7 ساعات متصل، الموتور يتعب. تعمل ايه؟ عاملين استراحات في الطريق، ممكن في الطريق تاخد راحة 10 دقايق ربع ساعة، الموتور يهدى وانت اعصابك تهدى والدنيا تمشي. فالاسباب الجسدية نمرة واحد التعب والارهاق. عايز اقول لحضراتكم، يعني لما تكون تعبان ومرهق بلاش تتناقش في موضوع مهم، ممكن تأجل الموضوع في وقت تاني. أو أنت شفت حد جاي تعبان ومرهق، برضو ما نتناقش معاه في موضوع مهم، عايز تركيز. فأول تعب يتعب الأعصاب ويجهد الأعصاب، وده غصب عننا، التعب والإرهاق. يعني الحديد بيحتاج راحة، الحديد بيحتاج راحة، فمهم جداً الراحة. ولا تدخل في نقاش مع إنسان مرهق جسديا. هتتناقش معاه في موضوع يقول لك معلش أنا تعبان دلوقتي، مش تقول يعني إيه تعبان، لا، اعتبر إن دي بيقول لك طب يعني استنى مستريح أو نتكلم في الموضوع ده في وقت تاني. فأول سبب يتعب الأعصاب التعب والإرهاق. ممكن سبب تاني مرض الأعصاب. ما هو زي ما في أمراض جسدية في أمراض عصبية، الأعصاب بتمرض، الأعصاب محتاجة تغذية برضو، في فيتامينز بتغذي الأعصاب، ده في دكاترة مخصوص للأعصاب. فممكن مرض الأعصاب يسبب توتر ويخلي الإنسان مشدود. يعني مثلا بعيد عنكم، يعني لو واحد العمود الفقري عنده في فقرات فيها انزلاق، فقرات فيها انزلاق يعني بين الفقرة والتانية مثلا 4 و5 في حتة طالعة كده في العمود الفقري زي شوكة، دي طول ما انت ماشي الشوكة دي عمالة تغز في النيرف في العصب، والعصب وانت رايح وانت جاي يتعب لك العمود الفقري، يقول لك فلان عنده انزلاق. بلاش كده. لو مثلا حضرتك او حضرتك وقع منك ألم كده
وميلت تجيب الألم كده بحركة غير سليمة، ممكن الأعصاب بتاع دراعك تتوجع، ممكن كتفك يتوجع بسبب العصب. فممكن اللي بيسبب التوتر العصبي يا إما التعب والإرهاق الجسدي بصفة عامة، يا إما مرض ممكن في العمود الفقري، في فقرات الرقبة. يعني فقرات الرقبة برضو على فكرة ممكن تعمل تعب في الأعصاب، تخلي أحياناً الإنسان في الرقبة بتاعته في حاجة اسمها لوردوزيس. لوردوزيس يعني إيه؟ يعني الرقبة بتاع الإنسان طلع كده ورجع الورا شوية وطلع كده وجاية كده، عارفين إزاي؟ يعني ده في الطب بتبان في الام ار اي، بيسموها لوردوزيس، يعني جاي من اللورد. اللورد يعني ايه؟ يعني السيد، يعني فيها تشامخ. هو مش متشامخ نفسيا، لا، هو الرقبه بتاعته تكوينها كده، فتبص تلاقيها ده علشان ينام عايز مخده من نوع معين، لازم المخده تبقى بزاويه قايمه عشان ينام ويصحى مستريح. يبقى تعب الاعصاب ممكن يجي بسبب الإجهاد بصفة عامة، ممكن يجي يبقى سببه مرض في الجسد ودي بيبقى ليها علاجات. ممكن توتر الأعصاب يبقى طابع في الإنسان، في ناس كده أعصابهم دايما مشدودة وتلاقيه بقى دايما يحتد ودايما ينقض ودايما عينيه كده فيها جحوظ، عارفين جحوظ يعني ايه؟ في طابع كده، ولا المنجلية دي مش عاجباه، ولا دي مش عاجباه، ولا القعدة دي عاجباه، ولا مفيش حاجة عاجباه. في ناس كده يعني أنا قابلت من هذا النوع ده. في بعض الناس كان يجي لي المكتب أنا بقول هم إنه يخش يسلم علي، أقول هم إنه يخش يسلم علي. ليه؟ يخبط على المكتب ومصر إنه يدخل، يجي حد يمنعه يقول له لا معلش انا لازم عايز ابونا، حاضر، يخش يسلم عليا. بص يا ابونا مكان الاطفاء عندكم مش مظبوط، الكنيسه صوتها مش مظبوط، ما اعرفش ايه، انتوا مش بتوزعوا الميه كويس، انتوا اللي التناول نظام التناول عندكم انا بتعب منه. يقعد يحكي، اقول يا رب ايه عدي اللحظه دي على خير. في ناس كده دايما متوترين حتى يعني وجههم كده فيه تجاههم كده، مفيش انبساط، مفيش حاجة عجباه. فممكن ده أعصابه دايما متوترة، فممكن تعب الأعصاب بسبب الطبع، طبع الإنسان. في إنسان متزمت. يعني إيه متزمت؟ يعني أبونا النهاردة خلص القداس بدري ربع ساعة، يقول لك وده نظام ده، ولو خلصوا متأخر ربع ساعة هيقول نفس الكلام، متزمت. وبعدين يجي مثلا ده لما يجي يتناول أبونا، نعم أنا بصراحة كنت في الشغل برة بالليل لغاية الساعة 12:05، أتناول ولا ما تناولش؟ يا عمي ربنا مش ماسك ساعة فوق في السماء، وإذا كانت 12:05 هنا في أستراليا مش كده، في أمريكا مش كده، مش كده ولا إيه؟ لا 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 انا معلش انا مش هقدر اتناول النهارده. يا عمي ربنا يحلك اتناول. في ناس دايما متزمتين حتى على انفسهم، لدرجه ممكن لو حواليهم يقولوا لهم ايه، طب ما ابونا اداك حل، يقول لا لا ما ينفعش. طب خلاص يا سيدي ما ينفعش بلاش. ففي ناس متزمتين ودول بيتعبوا انفسهم وبيتعبوا اعصابهم واعصاب اللي قدامهم كمان، واخدين بالكم؟ فدي ممكن سبب من أسباب تعب الأعصاب. طب دول نعمل فيهم إيه؟ يعني ياريت نتعلم أن كل واحد فينا يتكلم في حدود مسؤوليته. كان قداسة البابا شنودة لما ترسمنا من 30 سنة ورحنا الدير كان يقول لنا كده، قولوا أنا مالي خليني في حالي، ليك مطالب قدمها بمحبة وسيب المسؤولين يعملوها، مش كده؟ أنا مش هغير الدنيا كلها أبداً. زي واحد يسوق العربية مش عاجبه حد في الشارع، يتنرفز على ده ويشتم ده ويكسر على ده. يا عم اهدى، هو الشارع كده؟ يعني
كتير اقول اكون مثلا رايح اناول او رايح افتقد مع حد والاقيه بيتنرفز، اقول له بص انت مش هتعلم الشارع ده كله ذوقيات المرور، مش هتعلم الناس كلها الادب، يا عم اهدى وارشم الصليب وسوق عربيتك وشغل ترنيمه ولا شغل لحن في العربيه وامشي في سلام كده، مش هتغير الدنيا. اذكر قصه طريفه، حد كان بيتنرفز كتير كل ما يسوق، وبعدين كسرت عليه عربيه نص نقل، فراح شتم السواق. طبعا مش هقول لكم شتم وقال له ايه، فلما شتم السواق، السواق يعني نص نقل بقى، راح قافل عليه بالعربيه بتاعته ونزل طلع له الكوريك ويقول له انت بتشتمني وتقول لي كذا وكذا، مش عايز اقول الشتمايه. قال له لا ده انا بشتم نفسي، ده انا اللي كيت وانا اللي كيت وانا اللي كيت. طب وعلى ايه؟ طيب طب ليه بس؟ طب ليه؟ فيعني في ناس كده دايما مفيش حاجه عاجباهم، التزمت يعني، قول كده وانا مالي خليني في حالي. انا لما علمت ولادي سواقه اقول لهم معلش امشوا في هدوء وفي سلام، واللي يجي يستفزك من ورا سيبه ولا تسال فيه، واللي عايز يعدي منك عديه، لو تعرف تعديه عديه، ولو ما تعرفش تعديه امشي في نص الشارع ما تسالش فيه. ليه؟ بلاش شد اعصاب، ما انا هتشد اعصابي ممكن اخبط في اللي قدامي في اللي جنبي. ففي مواضيع مهمه نخلي بالنا منها. قد يكون تعب الاعصاب من حاله نفسيه الانسان بيمر بيها احيانا، يعني احنا بشر نبقى قلقانين على موضوع معين، نبقى مضطربين بسبب موضوع معين، فممكن الحالات النفسيه اللي ممكن تمر بينا ممكن تخليني اعصابي مشدوده، اعصابي مشدوده. عشان كده كتير قوي نقابل ناس نقول فلان ده مش هو ده، لا ده مش هو ده، ده في حاجه مضايقاه مزعلاه. طب ازاي دي؟ بناء على ايه؟ بناء على هو عنده مشكله في جواه وتعباه ومسببه له قلق، فمعلش اهدى كده وما تكملش في الحديث معاه. برضو بتتعب اعصابنا من الافكار اللي مش صح، يعني في انسان دايما فكره فلان عمل كده ليه؟ اصل دي عشان مصلحته. طب اتصل بك ليه النهارده؟ اصله اكيد ليه طلب عندي، واخدين بالكم؟ وكل حاجه يفكر فيها باسلوب يعني مش ببساطه ونقاوه. في ناس كده دايما، ودول بيتعبوا اعصابهم دايما، اعصابهم دايما تعبانه. عايز اقول ايه؟ سوداويين. عارفين يعني ايه سوداويين؟ يعني كل تصرف من غيرهم يعزوه لشيء غير بسيط، يعني مفيش بساطه. احسن حاجه لعلاج الاعصاب وتوتر الاعصاب لما تلاقي اللي قدامك متوتر، او اللي قدامك مشدود، او اللي قدامك مش عايز يستجيب ليك. كان لي اب اعتراف زمان، كنت كل ما اقول له مشكله يقول لي الكلمه دي مش ناسيها، تيكت ايزي. عارفين يعني ايه تيكت ايزي؟ طبعا الدكتور عفاف عرفت انا اقصد مين، يعني لانه كان اب اعترفنا احنا الاثنين. كل ما نحكي له حكايه ونتنرفز ونحكي وعمل وسوى يا ابونا ومعرفش ايه يا ابونا، انا مستني بقى ابونا يجاملني يقول لي لا ازاي يعمل كده. بعد ما كمل الحكايه يقول لي تيكت ايزي. تيكت ايزي يعني ايه؟ وقداسة البابا شنودة كان يقول لنا مررها لا تمررك، مررها لا تمررك. عشان نعالج برضو الأعصاب يعني خدوا الأمور، أحيانا في بعض الناس حلوين خالص ياخدوا الأمور بفرح بفن بمرح، واخدين بالكم؟ يعني كل حاجة ياخدها إيه بضحك كده، تلاقيه مبتسم. أحيانا الناس تبتسم ونقول فلان ده أصله مبسوط شوية. عارفين مبسوط يعني إيه؟ يعني عضلات وجهه انبسطت، يعني ريلاكسد، وبنقول عليها إيه؟ إنه مبسوط. ممكن تعب الأعصاب يجي من أمراض نفسية، يعني حد بيعاني مرض نفسي، وده بعيد عنكم، ده يعني قليل
لكن بيحصل برضو ان الامراض النفسية زي ما الجسد بيمرض النفس بتمرض ايضا. ممكن عدم التفرغ، الانشغال يعني يجيني حد لسه حاصل دلوقتي، انا خارج من المكتب جاي لكم، انا بظبط حركتي بالدقيقه، واخدين بالكم؟ انا ظابط الميعاد بتاعي 11 ونص بكون عندكم، ولبست السدره وجاي وخلاص خارج لكم، يقول لي لازم اعترف. يا عم ارحمني. طيب يعني انا دلوقتي في ناس مستنييني، في على الاقل 200 فرد قاعدين مستنييني، وعندي اجتماع، اتنرفز وزعل. طب انا هعمل له ايه ده بقى؟ يعني عايز يعترف يا يستنى لما انا اخلص، يا الاباء اسم الصليب، احنا بدل الواحد 11 اب كان. فاحيانا الانشغال، طب انا مشغول، تتعب لي اعصابي ليه؟ او هو يتعب اعصاب نفسه ليه؟ واخدين بالكم؟ الانشغال ممكن وعدم التفرغ قد يؤدي الى تعب الاعصاب او الى توتر الاعصاب، واخدين بالكم؟ مطلوب مننا ان احنا نحتمل ونطول بالنا. ممكن تعب الاعصاب والتوتر لما حد يسمع اخبار مش حلوه، اخبار مش حلوه. سمعت يا ابونا في ايه؟ فكنيسة اطفيح اتحرقت، ده زمان يعني، اوعى تفكروا ان حاجه جديده. اقول له طب هنعمل ايه؟ ربنا موجود. واحد كان زعلان جدا يقول لي طب ليه ربنا يسمح الكنيسه تتحرق؟ قلت له اصل المبنى مش عاجب ربنا، عايز يعمل مبنى غيره، فسمح ان الناس دول يحرقوا الكنيسه عشان ربنا عايز يطلع كنيسه احسن. ايه المشكله يعني؟ فيعني احيانا المشاكل تخلي الانسان اعصابه تتوتر. حاجه كمان، لما تقعد تحكي مشكله لواحد وهو من اول ما حكيت له دقيقه في المشكله فهم الموضوع، فهمها خلاص، انت تفضل تحكي وتحكي يا عم فهمتك وتحكي تاني، بس انت ما خدتش، بقول له لا واخد بالي. فاحيانا كثره الكلام والاعاده والاطناب في الكلام يؤدي الى تعب الاعصاب والتوتر. هو لازم اقول لك يا سيدي فهمتك بقى، لازم اعمل له كده يعني علشان يبطل؟ احيانا كده. فكثر الكلام قد يؤدي الى توتر الاعصاب. حاجة ممكن تؤدي إلى توتر الأعصاب الإلحاح المستمر، الإلحاح المستمر. أنا ليا طلب عند الأستاذ فلان أو المهندس فلان وكلفته بيه، وبعدين قال لي حاضر خلال أسبوع أنا هعمل اللي أنت عايزه. قبل ما يخلص الأسبوع يومين ثلاثة أقول له أنت فاكر الموضوع؟ حاضر يا أبونا، انا قلت لقدسك في خلال اسبوع هتتحل. يوم والتاني اقول له ها انا بفكرك، بس الالحاح المستمر ده قد يسبب توتر في الاعصاب. خدين بالكم، خلي عندكم طول اناه من ثمار الروح القدس. طول الاناه، طول الاناه، ومن ثمار الروح القدس الفرح. خليك فرحان باللي انت فيه. الالحاح المستمر قد يؤدي إلى توتر الأعصاب، سواء أنت توتر اللي قدامك أو أنت نفسك تتوتر. فلو حبينا نلخص الكلام ده، علاج توتر الأعصاب أول حاجة بالتدريب على الهدوء والسلام، التدريب على الهدوء والسلام. اثنين، الاسترخاء، ويعني ادي لنفسك راحة. ده حتى ربنا لما عرف، هو عارف طبعا يعني، علشان يريح الإنسان اداله يوم أجازة في الأسبوع، مش كده؟ فيوم الأجازة دي اعتبره يوم راحة، سبت يعني راحة، وتحول السبت من السبت إلى الأحد. المهم لازم يكون لك يوم راحة. البعض بيقول إن الرياضة ممكن تريح الأعصاب، الرياضة الجسدية، ودي فعلا يعني. أنت لو قاعد في الشقة بتاعتك ومجهد وفي بلكونة، طلعت قعدت في البلكونة في الهواء الطلق والهواء يعني تجديد الهواء يعني، هتلاقي نفسك أعصابك بقت هادية وبقت حلوة خالص. القراية، القراية
الروحية بتهدي الأعصاب، تهدي الأعصاب. قداسة البابا شنودة عمل كتب كتيرة جدا، أسلوبها سهل وبسيط. في كتاب اسمه الغضب وكتاب اسمه الهدوء. الكتابين دول بين الحين والآخر أنا بقراهم، ألاقي نفسي أحيانا كده أروح أعترف، أقول له باعترافي أبونا، يقول لي نعم، أقول له صامويلي ثابت. عارفين الصواميل اللي بتسيب صامويلي؟ عارفين العربية لما تشنشن وتبقى عايزة تتربط تتربط، فما أحب أروح أربط كده الصواميل بتاعتي، أروح لأب اعترافي أو أقرأ كتاب عن الهدوء بتاع قداسة البابا، أو أقرأ كتاب بستان الرهبان وأشوف إزاي عايشين في البرية وهاديين وأعصابهم هادية. فالقرايات الروحية مهمة جدا لعدم توتر الأعصاب. الحديث مع الناس هاديين يهديك. التعب النفسي معدي. لو حكيت مشكلتك لواحد هو نفسيا مش متظبط هيتعبك، هيزود المشكلة عليك. لكن لو حكيت مشكلتك لحد عنده هدوء انت هتهدى. واخدين بالكم؟ التحدث الى انسان هادي يريح اعصابك البشاشة والمرح. يعني اهم حاجة بقى تريح الاعصاب الامور الروحية. وقف قدام ربنا وقول له يا رب، يا ملك السلام، اديني سلامك. يا رب انا مشدود بالنسبة للموضوع الفلاني، يا رب انا سلمت الموضوع ده في ايديك، انت اللي تقود المشكلة دي وانت اللي تدبر الامور وهي في ايديك يا رب. هتبص تلاقي ربنا يديك سلام، لانه اتكل علي انجيه، استره لانه عرف اسمي، معه انا في الشدة أنقذه وأمجده، وطول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. سلم أمورك لربنا. كان في ترنيمة بترن في ذهني، سلم أمورك له وهو الذي يجري، على الإله فاتكل يعطيك ما ترغب. سلم أمورك له وأنت لا تتعب، ومش هيكون عندك توتر أعصاب. تقوى وليتشدد قلبك، وإيه؟ انتظر الرب. في المزمور 26، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب عادة حياتي ممن أجزع. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نستكمل يا احبائي الاصحاح السادس من رساله معلمنا بولس الرسول الى روميا، بدايه من عدد 12. اذن لا تملكن الخطيه في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا اعضاءكم الات اثم للخطيه، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاء آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. فماذا إذن؟ أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا. ألستم تعلمون أن الذين تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة، أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو الطاعة للبر. فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم أطعتم من القلب سورة التعليم التي تسلمتموها. وإذ أعطيكم من الخطية صرتم عبيدا للبر. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا. أمين. لا تملكن الخطية في جسدكم المائت. قبل ذلك قال القديس بولس الرسول، مع المسيح صلبت فأحيا
لا أنا بل المسيح يحيا فيا. الجسد القديم أو الإنسان العتيق قد صلب معه. سيد المسيح أخذ جسدنا، أخذ بشريتنا، جسد بشريتنا، حمل خطايانا ومات على الصليب، ونحن متنا معه وصار الإنسان الجديد. فبيحذرنا بقى معلمنا بولس، بيقول بعد ما خدنا هذا الإنسان الجديد وبعد ما خدنا النعمة، ونحن الآن في عهد النعمة، لا تملكن الخطية في جسدكم. اوعى تملكوا الخطية في جسدكم تاني. لا، مرة برضو قبل كده، أأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. خلاص احنا لبسنا المسيح وبقينا الإنسان الجديد والجسد الجديد، المسيح يحيا فيا. فلا تملكن الخطية. قبل ما نتكلم في النقطة دي عايز أعرف ليكم، معلش هنرجع مع بعض، يعني إيه الخطية؟ الخطية هي ضعف، الخطية هي موت، الخطية هي هزيمة، الخطية هي فشل. الخطية هي موت، ومعلمنا بولس الرسول بيقول لنا أجرة الخطية موت، مش كده؟ والسيد المسيح لما ادانا مثل الابن الضال ورجع لابوه قال ايه؟ هذا الابن ده كان ميتا فعاش. فالخطية موت. طيب تعالوا نشوف الخطية بتعمل ايه في الانسان، او عملت ايه في الانسان. وما فيش انسان منا بلا خطية، ولو كانت حياته يوم واحد على الارض. القديس يوحنا يقول لنا كده، ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا، يبقى بنضحك على نفسينا. طب وإيه الحل معلمنا يوحنا؟ ولكن أن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. لما قايين قتل أخوه هابيل وربنا قال له أين هابيل أخاك، طبعا كان إجابة قايين إجابة مش حلوة خالص، يعني تهكم على الله. يقول له أحارس أنا لأخي؟ أم ربنا يقول له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. قايين يقول لربنا إيه؟ يقول له من وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني. يعني إيه؟ يعني فقد سلامه خلاص. كل من وجدني يقتلني، يعني هيخاف من ظله. عارفين المثل يقول كده، كل واحد يقابله هيتهيأ له، اللي هيقابله ده هيقتله، خلاص فقد سلامه. عشان كده ربنا في أشعياء 57 يقول الأشرار كالبحر المضطرب لا يستطيع أن يهدأ، وتقذف مياهه حمأة وطينا، ليس سلام قال إلهي للأشرار. عارفين البحر لما يهيج، كلكم بتشوفوا الأنهار لما بتصور والدنيا، ودينا شفنا أحداث كتيرة الأيام دي، ودول غرقت في السودان وفي إثيوبيا وفي باكستان، الأنهار لما تصور والدنيا تبقى صعبة جدا. أهو الإنسان الشرير من جواه اضطراب كده. الأشرار كالبحر المضطرب التي تقذف مياهه حمأة وطينا. أما الموج يرتفع كده في بعض الشواطئ تغرق على طول. فالإنسان الخاطئ عمره ما يلاقي سلام. لذلك أحياناً نقرأ في الجرايد أن في قضية قتل وسجلت ضد مجهول، ضد مجهول ما عرفوش مين اللي قتل. القاتل ذكي وتصرف وحصن نفسه بحيث الدولة ما عرفتش تجيب من القاتل. وتمر الأيام والشهور وربما السنين، ونبص نلاقي واحد رايح يسلم نفسه للشرطة، يقول يعترف يقول لهم أنا اللي قتلت فلان في اليوم الفلاني في القضية الفلانية. الله يا عم، ما خلاص أنت نفدت من الموضوع. قال لك لا، في ضمير بيبكته، يقول لك كن مراضيا لخصمك. خصمك اللي هو ضميرك، الضمير عمال يأكل فيه من جوه لأنه قتل، يروح يسلم نفسه. ليه؟ لأن الخطية بتفقد الإنسان سلامه. لا سلام قال إلهي
للأشرار، قلق وعدم السلام وخوف. لما آدم عصى ربنا راح استخبى منه، مش كده؟ يقول له آدم أين أنت؟ يقول له سمعت صوتك فخشيت، لأني عريان فاختبأت. الله يا عم آدم، ما أنت كل يوم كنت بتتواجه مع الله وتسمع صوت ربنا. يقول له هل أكلت من الشجرة؟ فالخطية بتورث الإنسان الخوف. الإنسان الخاطي يخاف من خياله، تورثه الخوف والاضطراب. سفر الرؤيا يتكلم عن الخائفين، يقول كده إيه؟ أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والصحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، نصيبهم في البحيرة المتخضة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. بعض القديسين اللي تعمقوا في القداسة والبر صاروا يستأنسوا الوحوش. يستأنسوا الوحوش ليه؟ رجعوا لحالة البر اللي كان عليها ابونا آدم زمان أول ما ربنا حطه في الجنة قبل ما يخطي. الله، ما هو آدم هو اللي سمى الأسد أسد، وسمى التعبان تعبان، وسمى كل الحيوانات اللي بتأذي هو اللي سماها وكان بيتصادق معها. القديسين بقى اللي عايشين في حياة التوبة والنقاوة والبر، يعني الأنبا برسوم العريان، وانتوا عارفين صديقه ايه؟ التعبان التعبان. وهكذا الأنبا القديس يوحنا ذهبي الفم والأسد، مريم مرقص والأسد، داود النبي لأنه ربنا وجده إنسانا قلبه حسب قلب الله، يقول لك كده قتل عبدك الأسد والدب جميعا، انتصر عليهم، ما عندوش خوف. ليه؟ كل ما الإنسان بيتقدم في القداسة والبر كل ما الخوف ده ينتهي من أمامه. لذلك القديسين والشهداء، ونحن اليوم في عيد الشهداء، كانوا بيقدموا زواتهم، يسلموا زواتهم للاستشهاد ببساطة جدا. القديس أغناطيوس لما عذبوه وعايزين يقدموه للوحوش وبيربطوا ايديه بسلاسل، قال لهم بتربطوا ايديه بسلاسل ليه؟ وايديه ورجليه طبعا. قالوا له لحسن تجري، قال لهم مين قال لكم ده؟ انا اللي هخش على الوحوش، ولو ما اكلتنيش انا هنغش الوحوش عشان تاكلني. فيش خوف. ليه؟ وصلوا لدرجه خلاص ما عادش فيه خوف. يقول ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت، وان عشنا او متنا فللرب نحن. فالخطيه بتورث الانسان الخوف. الانسان الخاطي لو جبت له سيره الموت يترعب. ليه؟ مش مستعد. انما الانسان المستعد يقول كده ما يخافش يعني من الموت. يقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. فالخطيه بتورث الانسان الخوف والقلق، تورث الحزن والكآبه. اصل الفرح ده ثمره من ثمار الروح القدس. اول ثمره من ثمار الروح القدس محبه وفرح وايه؟ وسلام. فالانسان اللي في شركه مع الروح القدس والروح القدس مالي قلبه، هتلاقي عنده سلام، هتلاقي عنده محبه، هتلاقي عنده فرح. والعكس صحيح، الانسان اللي بيحزن روح الله دايما عنده اكتئاب وعنده حزن، ما عندوش فرح. يجيبه منين الفرح؟ شعب الله في القديم اللي هو الشعب اليهودي لما عاشوا في الخطيه سمح ربنا انهم يقعوا في السبي، السبي البابلي. سبي يعني اسر، يعني يتقبض على معظم الشعب ويروحوا الى بابل. وكان الشعب اليهودي او الاسرائيلي ليهم تسابيح جميله زي الالحان اللي احنا بنرتل بيها كده، يعني حتى المزامير دي، المزامير دي مع عهد قديم، لكن عندنا الكنيسه بتتغنى بالمزامير. فالشعب اليهودي كان متنطور على نهر بابل، هم يقولوا ايه؟ على انهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون، يعني اورشليم. كيف نسبح الرب تسبحه غريبه؟ على الصفصاف علقنا قيصاراتنا
ملناش نفس نرتل، ملناش نفس نسبح، عندنا حزن. ليه؟ لأن الخطية تسببت لنا في الأسر اللي احنا فيه. فالخطية بتورث الإنسان الحزن والكآبة. في سفر الرؤيا يتكلم عن بابل، وبابل رمز للشر، يقول سقطت بابل العظيمة، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها، ولا يكون لها راحة نهارا وليلا. خلاص، في حزن وفي كآبة. سبب إيه؟ الخطية. الخطية بتسبب غضب ربنا. بسبب خطية أبونا آدم ربنا لعن الأرض، مش كده؟ مش قال له ملعون الأرض بسببك؟ وبسبب الخطية ربنا حرق سدوم وعمورة، وبسبب الخطية ربنا غرق العالم بالطوفان. بسبب الخطية أيام يسوع بسبب البر انتصروا في أريحة، وسقطت أسوار أريحة، وجم في عاي قرية صغيرة بسبب خطية عخان ابن كرمي، يعني هزم الشعب. وقعد يشوع يبكي، يا رب سمحت لنا بالهزيمة ليه؟ قام ربنا يقول له لن أعود أكون معكم ما لم تبيدوا الحرام من وسطكم. يا رب، يقول له في وسطك حرام يا إسرائيل، وسطك حرام يا إسرائيل. إيه يا رب الحرام ده؟ ربنا وصى يشوع والشعب، قال له هتنتصروا على الأعداء ما تاخدوش أي حاجات من ممتلكات الأعداء دي، تدنست بخطاياهم وعباداتهم الوثنية. جاء عخان ابن كرمي أخد شوية ذهب وثوب شنعاري وحاجات كده عجبته وراح خباه. طب أعمل إيه يا رب؟ قال له أعمل قرعة على أصبط إسرائيل، والسبط اللي يطلع عليه القرعة يبقى فيه الخطية فيه، وبعد السبط على العشائر، وبعد العشائر على العائلات. وفضل كده يسوع يعمل لغاية إيه؟ لما القرعة وقعت على مين؟ على خان ابن كرمي. وتسبب خان ابن كرمي في هزيمة الشعب كله. الآية دي الحقيقة آية قوية جدا. لن أعود أكون معكم ما لم تبيدوا الحرام من وسطكم. مرة أحد الإخوة من شعب الكنيسة قال لي يا أبونا، قلت له نعم، كان بيعترف عندي. قال لي أنا كل ما أعمل مشروع يفشل، ليه؟ قلت له صلي وربنا يكشف لك. أنت بتمارس الاعتراف من إمتى؟ قال لي يعني مش كتير. قلت له ما فيش خطايا كده قديمة أنت راكنها من زمان؟ قال لي أيوة فيه. وقعد يجيب خطايا سنين وخد الحل، صار إنسان كويس وتقي، وربنا بارك في كل ما تمتد إليه يده. لن أعود أكون معكم ما لم تبيدوا الحرام من وسطكم. ساعة الوباء ما جه هنا على بالعالم كله بما فيها مصر، بعض الآباء قالوا لا ده مش عقاب من ربنا، ده ربنا حنين قوي. آه طب ما حنين قوي، بس ربنا عادل قوي، عادل قوي. ده ربنا قال كده لما سليمان الحكيم دشن الهيكل، يقول له كده إن أرسلت وباء، يعني ممكن ربنا إيه يرسل وباء، إن أرسلت وباء على شعبي الذي دعي عليهم اسمي، وصلوا وطلبوا اسمي ورجعوا عن طرقهم الرضية وتواضعوا، ها هتعمل ايه يا رب؟ فاني اسمع من السماء واغفر خطاياهم وابرئ ارضهم وارفع الوباء. يبقى ادي نتيجة الخطية تسبب غضب الله. عشان كده بنقول لربنا في المزمور 50 يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارفع غضبك عنا. بنقول في ابنوتي نينان اللهم ارحمنا، قرر لنا رحمة، تراءف علينا، باركنا واحفظنا وارفع غضبك عنا. فالخطية بتتسبب في الغضب الإلهي. الخطية تعوق استجابة الصلاة.
ربنا مرة اتكلم على لسان أشعياء النبي يقول لشعبه ايه؟ ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تثقل أذنه عن أن تسمع، بل إن آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. شفتوا؟ يبقى الخطية بتعوق استجابة الصلاة. أقول لك صلي لي، تقول لي ما أصل أنا خاطي. طب وخاطي ليه؟ طب ما تتوب. صلاة التوبة تخترق السماء. واخدين بالكم ازاي؟ عشان كده الكنيسة حطت لنا كل يوم في صلاة النوم جميع ما أخطأت به إليك في هذا اليوم، إن كان بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لينا يا رب. عايزاني أقدم كل يوم بالليل توبة، عشان كده صلاتي تبقى مستجابة. فالخطية بتعوق استجابة الصلاة. تقول لي بصلي وربنا ما بيسمعش، طب شوف ايه السبب، راجع نفسك. الخطية تجلب العار والأمراض. سليمان الحكيم في سفر الأمثال أمثال 14 يقول لنا البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. ايه الدليل؟ لما المسيح راح لبركة بيت حزدة ولقى المفلوج اللي بقاله 38 سنة وشفاه، قال له ايه بعد ما شفاه؟ قال له لا تعد تخطئ لئلا يكون لك أشر. يبقى سبب الشلل اللي كان فيه هذا المريض كان ايه؟ الخطية. لا تعد تخطئ لئلا يكون لك أشر. ويحكى في التاريخ ان اثناء نياحة الست العذراء وخدوا جسدها عشان يحطوها في القبر، وهم شايلين بالجسد، نفس الراجل اللي المسيح شفاه مسك القبر كده، ايده اتخلعت من جسده، صار ليه ايه؟ أشر. الصندوق اللي كان فيه جسد الست العذراء. الخطية قد تؤدي الى قطع الرجاء. حالات الانتحار منتشرة بالأكثر في دول الغرب. ليه؟ عندهم الإباحية، عندهم زواج المثلي، عندهم الإلحاد. عشان كده معظم حالات الإلحاد جاية من الشعوب الغربية، لأن الخطية بتؤدي إلى قطع الرجاء. الخطية يقول لنا القديس يوحنا هي التعدي، تعدي على وصايا الله وتعدي على حقوق الآخرين. ما السارق ما تعدى على حقوق غيره، الزاني تعدى على حقوق غيره، الشاتم هتعدى على حقوق غيره. فالخطية هي التعدي، كل ده بتسببه الخطية. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول لنا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت، الجسد اللي مات اللي انتهى، الإنسان العتيق مات صار إنسانا جديدا. إحنا اتبررنا بالصليب وتقدسنا بالمعمودية ودشنا بالميرون، دشنا بالميرون. فبدعونا بقى للسلوك في القداسة. لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته. يعني بعد النعم اللي عملها المسيح، ادانا بره وادانا قداسته ودانا ميلادنا الجديد، بعد كل ده لو أنا سبت نفسي للخطية فأنا بملك الشيطان. لا تملكن، تمليك. أنا بإيه؟ بديله إيه؟ نفسي، بملكه مني، بسيب له نفسي. لذلك بولس الرسول يقول عن الناس اللي بتخطي، هؤلاء محتاجين للمسيح يصلب ثانية، يصلب ثانية. إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانيا ويشهرونه. بلاش نرجع بقى. أحكي قصة رمزية طريفة. أحد الفلاحين كان بيربي فراخ، يعني ياخد البيض ويحطه تحت الفراخ تفقس تبقى دواجن يعني. فربنا رزق بشوية بيض، بس فيهم بيضة كبيرة،
فقال طيب هنشوف البيضة الكبيرة الكبيرة دي تطلع ايه، جايز تطلع بطاية، جايز تطلع اي حاجة تاني يعني. فحط البيض تحت فرخة كبيرة، البيض كله تفرخ كتاكيت، ولقى البيضة الكبيرة فرخت نسر صغير، نسر صغير. فالفراخ بتاكل، يرمي لها الغلة في الارض يعني، تقع في الارض وفي الطين، يقعد الفراخ ينقره كده ياكله من وسط الطين، ياخدوا القمح والحبوب والكلام ده بما فيهم النسر. ففضلت الفراخ تكبر والنسر يكبر، النسر يكبر طبعا، النسر قوي، ابتدى جناحاته تكبر تكبر اكتر من الفراخ، طبيعته كده. فابتدى يطير، قعد يحلق في السماء، وبعدين قال ايه، انا هرجع للفراخ اصحابي اللي انا كنت في وسطيهم، اتولدت في وسطيهم. فرجع ليهم لهم بينقروا في الارض في الطين، قال لهم انتوا لسه في الطين، لا باي باي، وراح واخد نفسه طاير فوق في السماء، خليكم انتوا في الطين اللي انتوا فيه. فده بتوري ان احنا بلاش نفضل في الانسان العتيق، الانسان القديم، في الكتاكيت اللي بتقع في الطين. لا تملكن الخطيه في جسدكم المائت، الانسان العتيق مات، انت خدت انسان جديد مع المسيح، صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. وبعدين يقول لنا بقى لا تقدموا اعضاءكم الات اثم للخطيه، بل قدموا ذواتكم لله كاحياء من الاموات، واعضاءكم الات بر. اعضاء الجسد، الايد والرجل والعين والاذن واللسان، خليها الات بر، مش كده وبس، لا، والفكر ايضا والضمير والاحساس، كل هذه الالات خلوها الات بر لله، لان انتوا صرتوا الانسان الجديد. وكان معلمنا بولس بيوقفنا من اول وجديد، زي ما ربنا وقف ابونا ادم امام شجرة الخير والشر، فمعلمنا بولس الرسول بيقول لنا كده، خلاص انتوا صرتوا آدم الجديد، وقدامكم شجرة الخير والشر، هتاكلوا منين؟ خلي أعضائكم آلات بر لله. يقول كده، لأننا إن كنا نسلك حسب الجسد ولسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية. لا، بلاش نسلك حسب الجسد، حسب الإنسان العتيق. خليكوا خليقة جديدة، انتوا اندهنتوا بالميرون، وكأن ربنا بيدهن عناية بالميرون ليقدس النظرات، ويدهن ايديا بالميرون عشان يقدس الأعمال، ويدهن ذهني بالميرون عشان يقدس الأفكار. العين ترى مجد المسيح، والأذن تسمع صوت المسيح، والفم ينطق بكلمات المسيح وتسبيحه، والقلب يمتلئ بمحبة المسيح. يقول كده معلمنا بولس، لما كنا في الجسد، جسد القديم يعني، كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل أو تعمل في أعضائنا كي تثمر للموت، فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة، الرضية، الطمع، عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، الذين بينهم أنتم سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها، أما الآن فطرحوا أنتم، اطرحوا عنكم الكل، الغضب والسخط والخبث والتجديف والكلام القبيح. خلاص أنتوا خدتوا إنسان جديد. هو الإنسان مننا مر يعني، الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. ثلاث ملوك ملكوا على الإنسان، أو ثلاث سيادات سادوا على الإنسان منذ الخليقة. الملك الأول الخطية وسلطانها، نقدر نسميه كينج نمبر وان يعني، الملك الأول، حقبة ما بعد آدم والسقوط وطرده من الجنة. الملك الثاني الناموس، جاء مع معلمنا موسى واستلم الناموس واستلم الشريعة. الناموس حلو لو استعملوه بالروح، لكن الناموس برضو
كشف الخطية أكتر. يقول لك أنا ما عرفتش إن الشهوة خطية لولا أن الناموس قال لا تشتهي. فالناموس زي مراية كشفت الضعفات. ده الملك الثاني. الملك الثالث هو مين؟ ملك الملوك ورب الأرباب، اللي هو ربنا يسوع المسيح، اللي ملك على قلوبنا بالنعمة، بالنعمة، وصرنا أعضاء من جسده ومن عظامه. فماذا إذن؟ أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس؟ حاشا. أنتم ألستم تعلمون الذي تقدمون دماءكم له عبيدا للطاعة؟ أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت، إما الطاعة للبر. يعني كأن ربنا بيقول لي على فم بولس الرسول، قدامك الموت والحياة، أو الحياة والموت، اختر الحياة لكي تحيا. خدين بالكم، انتوا عبيد للي هتطوعونه. هتطوعوا الخطية هتبقى عبيد للخطية، هتطوعوا البر هتبقوا عبيد للبر. وبعدين يقول لهم، يطمنهم، نشكر الله أنكم كنتم عبيدا للخطية ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيد للبر. بيطمنهم بقى، يقول لهم أنتوا زمان كنت عبيد للخطية، أشكر ربنا أن أنتوا دلوقتي عبيد إيه؟ للبر. أنتم عبيد للذي تطيعونه. خلي بالكم، أقصى أنواع من العبودية هي عبودية الخطية، هي عبودية العادات الشريرة، هي عبودية الطبع الرديء، عبودية العالم وشهواته. الكاسر يكون كل قداس الشمس يقول لي ويقول لكم، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. هجيب لكم أنواع كثيرة من العبوديات الخاطئة، اللي زي ما بيقولوا بتشرك بالله. لما بتعبد إنسان غير ربنا، لا يكن لك أي آلهة أخرى أمامي. زمان في العهد القديم عبدوا الخوف، يخافوا من النار يعبدوا النار. خدين بالكم، عبادة الخوف، يخافوا من فرعون يعبدوا فرعون. وقلت لكم أغنية المحفات، فرعون هو قاعد على المحفة أخف من المحفة من غير فرعون. شفتوا عبوديات الناس؟ عبودية الخوف، ودي تؤدي إلى التملق والرياء، تخلي الإنسان إله. يعني في نوع من العبودية، عبودية الحب والمنفعة. كتير قوي من الشباب يقولوا فلان حب فلانة حب عبادة. يعني حب عبادة؟ يعني فلانة دي عنده الدنيا كلها. حب الشهوة، تتحول الشهوة إلى عبادة. عبادة أخرى هي عبادة المال، وربنا قال لنا عنه على فهم بولس الرسول، محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. عبادة المال، في ناس لو خدت منهم جنيه يبقى يعني الدنيا تسود في وشه جنيه. مرة معلش موقف يعني قابلته زمان، يعني قبل الكهنوت، كنت في دولة خليجية مدير لأجزخانة، وبعدين لقيت ولد بيتمرغ في الأرض قدام باب الصيدلية. الولد صعب علي، عمل يعني طفل صغير. وبعدين بسأل الناس اللي واقفين في الصيدلية، الولد ده بيبكي ليه؟ فرد أبوه، قال لي أنا أبوه. قلت له طيب ماله بيبكي كده ليه؟ قال له عايز بيبساية. قلت له يعني إيه؟ عايز علبة بيبسي يشربها، الواد نفسه فيها والدنيا حر هناك وعطشان، مش عايز يجيب له بيبساية. قلت يا سلام يا رب، الراجل ده اللي بيتكلم عايز بيبساية، ده مش عايز أقول لكم مليونير، لا يعني أكتر من مليونير. إلا البيبساية دي كانت بنص ريال زمان، يعني كانت بنص ريال. عبادة المال، محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. في ناس كثيرة أغنياء، ناس أبرار حلوين. أبونا إبراهيم كان من أغنى أغنياء عصره،
ويمكن يحق لي أن أنا أتكلم دلوقتي بعد نياحته، الدكتور ثروت بسيري ربنا نيح نفسه، كان بيبني الكنيسة يسلم الكنيسة تسليم مفتاح. عارفين يعني ايه تسليم مفتاح؟ يشتري الأرض ويطلع لها الرخصة، وهو كان ليه دالة كتيرة عند الدولة، ويرخص الكنيسة ويبني الكنيسة ويظبط الكنيسة ويحط لها الرخام وحامل الأيقونات والدكك وكله كله كله، يعني الكنيسة هتتفتح يصلي فيها الكاهن. ياما عمل كنايس، يعني مش كل الأغنياء محبين للمال، لا، ياما ناس بيقدموا. ففي عبادة اسمها عبادة المال. قلت لكم قصة الشاب اللي قال لأبونا تدرس يعقوب أنا خايف على نفسي من الغنى، كل مادي ربنا يديني، كل مادي ربنا يديني 20% يديني أكتر، لدرجة بقت أدي من 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 كل شيء عندي. عبادة المال، عبادة الإحسان. عبادة الإحسان يعني إيه؟ واحد أحسن إلي، فلان ده ما عنديش أحسن منه بقى وأعبده. أعبده يعني إيه؟ كل طلباته مجابة حتى لو على حساب الحق. لا، عبادة الإحسان في مجاملة لكن مش على حساب الحق، مش على حساب ربنا. عبادة الإحسان. معلمنا بولس يقول لنا أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس أم الله؟ فإن كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. عبادة العالم وشهوات العالم والملذات، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. معلمنا بولس الرسول يحكي يقول ديماس قد تركني لأنه أحب العالم الحاضر. في ناس آلهتهم بطنهم وفخرهم في زناهم، الذين يفتخرون في الأرضيات. يا في من ده كتير. معلمنا بولس يقول كثيرون ممن كنت أذكرهم لكم أذكرهم الآن باكيا وهم أعداء صليب المسيح. أعداء صليب المسيح. في ناس تعبد الكاس، وناس تعبد السيجارة، وناس تعبد الإدمان، وناس تعبد المنصب، ولأجله ممكن يبيعوا كل شيء. في عبادة اسمها عبادة الذات. عبادة الذات، إنسان يأله ذاته، عنده ذات دي أحسن من أي واحد، ما فيش حد أحسن مني، فيش حد أزكى مني، فيش حد أحكم مني، بيعتبر نفسه الصورة المثالية. ده حتى يعني الإنسان اللي بيعبد ذاته يبقى عايز الناس كمان توقره، يقول لك ما بيحترمونيش ليه. كثير من الشباب بينظروا لأولياء أمورهم، سوري يعني، إنهم موضة قديمة، أولد فاشن. صحيح العلم تطور وفي الكمبيوتر والبروجرامينج والحاجات دي كلها، كويس، بس برضو الحكمة هي حكمة الشيوخ، دين بالكم. مرة واحد صياد، دي قصة عملية قريتها، صياد ماهر كان بيصطاد في الحدائق في أمريكا كده، طبعا حدائق كبيرة الغزلان والحاجات دي، وكان عنده محل صغير كده حاطط فيه الأدوات اللي بيصطاد بيها والقوس والنبل والحاجات دي. ولأنه صياد ماهر كان بيصطاد كل شوية وربنا غناه والراجل كبر، فقال بقى أبيع المحل الصغير ده، فراح يشتري منه شاب. هتباع لي يا والدي المحل؟ قال له أبيعه لك. قال له بس بص يا ابني، أنا ربنا غناني من الصيد ومن الدكان الصغير ده، بس أنا هقول لك حاجة، هعلمك إزاي تصطاد. وقعد يقول له تعمل كذا وما تعملش كذا، وتعمل كذا وما تعملش كذا. والشاب ده خد المحل واشتراه، قال سيبك من الراجل ده، ده شغال، أنا همشي بالطريقة القديمة بتاعته. ولم يصطاد شيئا وفشل كل الفشل. وراح الراجل ده صاحب المحل بيقول له عملت ايه؟ قال له لا ما اصطادتش حاجة خالص.
قال له سمعت كلامي، قال له يا ريتني كنت سمعت كلامك. ليه؟ شاف ذاته يعني هو يعني هيعدل عليا، هو اللي هيعلمني يعني. ففشل فشلا ذريعا. عبادة الذات، إنسان ذاته كبيرة عنده. بعيد عنكم بقى في عبادة الشياطين، مش كده ولا ايه؟ مش في ناس عبدت الشياطين ويلبسوا اسود معلمنا بولس الرسول يقول كده: أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيد للنجاسة والإسم للإسم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر، لأنكم لما كنتم عبيد للخطية كنتم أحرار من البر. فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحونها الآن، لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. كنتوا زمان بتعملوا حركات مش حلوة وتصرفات مش كويسة، لما بتفتكروها بتخجلوا من أنفسكم. أما الآن إذ أعتقتم من الخطية ورصرتم عبيدا لله، فلكم ثمر للقداسة، والنهاية حياة أبدية. وبعدين يختم حديثه يقول: لأن أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. لو حاولت ألخص لكم هذا الحديث أقول يا أحبائي: الخطية ليها أجرة، أجرتها الموت والهلاك، وجنب الخطية في النعمة التي تعطينا الحياة الأبدية. وكأن معلمنا بولس بيعيد لنا ما قاله ربنا في سفر التثنية: أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا وتسلك فيها، إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به، لأنه هو حياتك. وكأنه بيقول لنا: اوعى تبيعوا المسيح وتبيعوا الحياة الأبدية عشان تشتري لذة أو شهوة وقتية نهايتها الموت والهلاك. ربنا يرحمنا ويعيننا ويسندنا في جهادنا الروحي كل أيام حياتنا، ولإلهنا المجد الدائم في كنيسته إلى الأبد. آمين.